جددت السعودية تصميمها على الدفاع عن سيادتها، مؤكدة أنها لن تتهاون إزاء الانتهاكات التي قام بها المتمردون الحوثيون لسيادة أراضيها التي أدت إلى مقتل عدد من الأشخاص وإصابة آخرين. يأتي هذا فيما عرض المتمردون الحوثيون شريط فيديو يظهر ما قالوا إنه أسير سعودي اعتقل خلال العمليات العسكرية التي نفذتها الرياض ضد المتمردين الذين تسللوا داخل الحدود السعودية. في إطار ما أطلق عليه معركة مصيدة الدرس القاسي للحوثيين الذين كانوا يتسللون للأراضي السعودية، واصلت القوات السعودية على المنطقة الحدودية تصيد المتسللين، ويوازي ذلك مواصلة الأجهزة الأمنية ملاحقة عدد من المشتبه في علاقاتهم بالحوثيين. وفي سياق التعليقات على الأحداث، أكد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في أول تعليق له على الأحداث الحدودية مع اليمن أن المملكة قادرة على ردع كل معتد ورد كيده إلى نحره. البيانات السعودية والمعلومات التي لدينا تؤكد أن القوات المسلحة السعودية قد نجحت في تطهير الأراضي السعودية من هؤلاء المتسللين، وبالتالي فقد طهرت المنطقة السعودية من الجبل. لم تشير البيانات السعودية على أن التطهير الكامل لجبل الدخان، ولكنها أكدت على تطهير الأراضي السعودية. تعليق خادم الحرمين الشريفين جاء بعد يوم واحد من تأكيدات مساعد وزير الدفاع والطيران المفتش العام للشؤون العسكرية الأمير خالد بن سلطان بن عبد العزيز أنه لا توجد خطوط حمراء في المملكة، وإنما هناك خط أحمر وحيد وهو خط السيادة، وأن كل من يتجاوز هذا الخط سوف يدمر. كل رأى بأم عينه أن جبل دخان أصبح تحت السيطرة السعودية بالكامل وبعمق 10 كيلومتر. أعلن أمس أنه منطقة عسكرية، من يدخل هذه المنطقة يعتبر عدو وليس أمامه سوى الموت أو الاستسلام. والدليل أن السعوديين القوات المسلحة السعودية سيطرت على جبل دخان هو انتقالها منذ الصباح الباكر اليوم إلى منطقتي العارضة والمالكي على بعد نحو 40 كيلومتر باتجاه الغرب باتجاه البحر البحر الأحمر، والمعارك تدور هناك الآن. لا أستطيع أن أسميها معارك، ولكن هي مرحلة تمشيط للمنطقة من بعض الجيوب الحوثية التي حاولت التسلل من جهة البحر. في هذه الأثناء ذكرت مصادر صحفية سعودية أن عمليات إجلاء المواطنين السعوديين من المناطق الحدودية تشمل نحو 50,000 نسمة. كما نقلت المصادر عن مصادر قبلية أن المنطقة العسكرية التي أعلنتها القوات السعودية تمتد على طول 40 كيلومترا على الحدود اليمنية وبعمق 10 كيلومترات. أعتقد أن السعودية قادرة على السيطرة، وهذا ما أكده خادم الحرمين الشريفين ليلة أمس خلال لقائه وزير الدفاع الكويتي، بأن السعودية قادرة على حماية حدودها، ولكن وهي قادرة على حسم المعركة خلال 3 أيام من بداية العمليات، ولكن السعودية تتأنى شيئا، يعني تغلب الجانب الإنساني في العمليات العسكرية، لأن هناك كما تعلم هناك نزوح من الجانب اليمني باتجاه السعودية، والحوثيون ليسوا جيش رسمي، هم مدنيون. فتخاف أن يتسلل بعض الحوثيين مع النازحين اليمنيين. تضامن عربي يدعم الموقف السعودي في الدفاع عن السيادة الحدودية ضد هجمات الحوثيين المتمردين. فيصل العمر، النيل، قناة مصر الإخبارية، جيزان.